مباراة القادمة لفريق الوداد الرياضي المغربي أمام فريق السيمبا التنزاني، مباراة الإياب في دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. لكي تشاهد المباراة معليك فضل الله التغطية بزر الله كل شرف القنيس. ملعب الذي سوف يستضيف المباراة ملعب مركب الرياضي محمد الخميس بمدينة الدار البيضاء. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والساعة 9 بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساء بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، قناة بي إن سبورت 4 والرياضية تي إن تي. الناقل الحصري للمباراة سوف تلعب يوم 28/4/2023. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل خاص زر تفعيل الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.